السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نتكلم على الأداة خاصة يعني معرفة الفيديوهات، أو يعني إذا مثلا شخص يعني نقل شيء من قناة تاعك، يعني في حالة أي شخص يعني يحاول ياخذ شيء فيديو من القناة ديالك، يعني هناك أداة، وهذه الأداة كتكون صالحة بالنسبة للناس اللي تقبلوا في الأدسنس. هذه الأداة يعني كتبين لهم، كتعطيهم واحد يعني جميع المحتوى المتطابق، يعني الفيديوهات اللي كتكون متطابقة للفيديوهات ديال التي يعني تمتلكها. لذلك يعني ملي كندخلوا لديك دغوا دوتور مباشرة، راه كيطلعوا لنا دوك الفيديوهات. إذا كان مثلا شي شخص يعني كيستعمل نفس الفيديو تاعك، أو يعني فقط المحتوى يكون متشابه. تقريبا هذه أكثر من سنة باش ولات هاد الأداة. هذه الأداة راه صراحة راه يعني بسرعة. لذلك فأي شخص كان أول شيء باش يعرف أنه ما ينقلش شي محتوى من شي قناة ماشي ديالو، حيث إذا نقل من قناة وخصوصا اللي كتكون فاعلة فيها الأدسنس، يعني مباشرة ملي كيدخل لهاد دوا دوتور وكيمشي الكوريسبوندونس، راه كيطلعوا ليه الفيديوهات اللي مخوضين من القناة ديالو. يعني انا مثلا كنت فقط خديت فيديوهات من خاصه بسامسونج، ولكن هناك يعني مجموعه من الاشخاص يعني خدوها، يعني خدوا داك البريزونطاسيون تاع الهاتف تاع سامسونج اس دي مثلا، ولكن هادو ما يقدروش هما ياخذوا، يعني حيت الفيديو ماشي ديالهم، التابع ديال سامسونج، وسامسونج صراحه ما غتقدرش يعني دير مثلا شكوى على اليوتيوب باش يعطوني مثلا انذار او يحذفوا لي داك الفيديو، حيت ملي كتاخذ الانذار راه كيتحذف لك الفيديو. وكيف ما كتعرفوا ثلاثة الإنذارات في يعني في نفس الوقت، راه الحساب ديالكم راه كيمشي، وما كتعودوش ترجعوا القناة ديالكم إلا في حالة إلا شي شخص كان قدم لكم دعوة وتنازل عليها. إلا تنازل عليها عاد ممكن ترجع القناة من بعد ثلاثة الإنذارات. لذلك كيف ما قلت لكم، كنصحكم باش ما ديروا محتوى ديالكم، والناس اللي ما تنقلوش اصلا يعني هما ديجا مفعلين لهم القناه، راه ملي كيدخلوا لديك دغوا دوتور راه تماك راه غيلقاو الاشخاص اللي خداو ليهم او لا محتوى متطابق. وعندكم جوج امكانيات، اما تراسلوا بس القناه باش تحذف الفيديو، او الى ما تمش الحذف ديالو من طرف القناه، راه كتقدروا تراسلوا او كتقدموا شكوى لليوتيوب باش هما تحذف ليهم هذيك الفيديو. يعني كيتم تقييم ديك الشكوى وكيشوفوا واش عندكم الحق. الى كان عندكم الحق راه كياخذ فيها الانذار وكيتم حذف هذيك الفيديو اللي نقلها لكم داك الشخص. المهم بخصوص يعني ملي كتقبل لكم القناة وكيكونوا فيها إشارات، يعني لازم يعني تعرفوا مجموعة من الشروط، ويعني سياسة لشروط جديدة يعني خاصة بالبرنامج تاع الأدسنس. المهم باش نوضح لكم الموضوع أكثر، فكاينين فيديوهات اللي غيتقبل فيهم باش تحققوا فيهم الدخل، وكاينين فيديوهات ما غاديش تتقبل فيهم، حيت من بين الشروط ديال يوتيوب أنه إذا كان المحتوى كما كيقولوا أنه المحتوى غير متطابق لدوك الإشارات اللي غيديروا، يعني كيرفضوا لكم الإشارات في بعض الفيديوهات. لا أتكلم على جميع الفيديوهات، في بعض الفيديوهات كيوقع هذا المشكل، يعني ماشي كاع جميع الفيديوهات راه غيكونوا فيهم إشارات. يعني كاينين فيديوهات لم يعني كتم الدراسة ديالهم تقريبا في 20 دقيقة، واخا كتاكتيفيو فيهم يعني الفريق الدعم كي الفريق يعني تاع اليوتيوب يعني كيعمل تقييم، ولا كان شاف باللي راه ماشي يعني غير متطابق داك المحتوى مع داك الاشارات، راه غيرفض لكم وما غيكونش يعني ما غتخلصوش في داك الفيديو، وغتخلصوا فيه فقط عن طريق الاشتراكات تاع البريميوم، يعني الى شي شخص مثلا شرى حساب يوتيوب بريميوم. المهم بالنسبة لبعض الشروط الاخرى، انه كيحق اليوتيوب راه اي لحظه ممكن يعني واخا نتوما مقبول لكم الحساب ديالكم، الا دي مثلا درتم مجموعه من المخالفات، راه واخا عندكم اشارات راه يترفض لكم هذوك الاشارات، ما يبقاوش عندكم يعني ما يبقاش مفاعلين. لذلك من بعض النصائح انكم تحاولوا تركزوا على المحتوى ديالكم، وما تحاولوش تنقلوا فيديوهات من بعض القنوات. شيء اخر بالنسبه للدفع، كما كتشوفوا راه ولات 100 دولار يعني تقريبا، عادة كيقدر يوتيوب يعطيكم يعني تسحبوا المال ديالكم منه. شيء اخر اللي بالنسبه للايرادات، يعني كيف ما كتشوفوا الايرادات على الاعلانات راه فيها 55% من الايرادات الصافيه، هذا الشيء اللي كيقولوا اللي كتقول يوتيوب. وايضا بالنسبه للايرادات تاع الاشتراك حتى هي فيها 55% من الايرادات الصافيه. اشياء اخرى
اللي يجب أن تعرفونها أنه بالنسبة للأرباح يعني كتكون تقريبا مدة شهر 60 يوم تقريبا باش تاخذوها، يعني باش ديروا العملية ديال السحب. شيء آخر أنه كما كتشوفوا عند الحق مهم الفترة اللي كيفاش اليوتيوب مثلا تحبس لكم راه 30 يوم، خاصة ترسل لكم رسالة باش تقول لكم راه ما بقيتوش مثلا مشاركين في هذا البرنامج ديال الادسنس، باش كتعلمكم عادة كتقدر تحيدها. المهم فقط يعني حاولوا ديروا فيديوهات اللي يكونوا مناسبين و يعني باش ان شاء الله يبقاو ديما. وايضا بعض النصائح اخرى انه في حالة يعني ملي كي يعني في حالة مثلا نقل فيديوهات او اشياء يعني ملي كيعمل لك مثلا شكاية اشخاص يعني حتى هي كتأثر وممكن بسببها يحيدوا لكم يعني الاشهارات تاعكم من القناة وما يبقاوش مفعلين. المهم هذه هي يعني وكاين هناك ايضا يعني كما قلت لكم راه هي هذا الشيء اللي هضرت عليه في الشروط راه هو اللي كتشوفوا في المونيتيزاسيون. يعني كاينين كما كتشوفوا راه ما يعني كاينه واحد الفرصه انه مثلا الا رفضوا لكم في شي فيديو يعني تحقيق الدخل فيه راه كترسلوا يعني كتعملوا فيه يعني كديروا اعاده النظر ويقدروا يعاودوا يحلوه يقدروا لا. انا الان يعني درت اعاده النظر كما كتشوفوا درت دوموندي ان اكزاما وهما يعني الفريق تاع اليوتيوب غيدرس العمليه يقدروا يقبلوها يقدروا ما يقبلوهاش. ونهايه الفيديو وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.